المذيع النجم عبد الملك السماوي. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فقرة جميلة جدا. هذا الفقرة إحنا كلنا حبيناها، أنا شخصيا أعجبتني هذا الفقرة هي فقرة تكريم المهن. طبعا فقرة تكريم المهن إحنا بنكرم مهنة إحنا بنشوفها في الشارع، لكن إحنا ما بنقدرهاش. لكن برنامج معلومات وجوائز جاء وقدرها وقبله مبلغ بسيط يقضي في حوائج حق رمضان. مشاهدي الكرام، ومهنتنا لهذا اليوم هي مهنة البلطجة. مهنة البلطجة من أروع المهن، مهنة جميلة جدا، إحنا أصبحت الآن من أروع المهن. إذا مشاهدي الكرام ننتقل إلى هذا الفقرة، نشوف فقرة تكريم المهن، نشوفها أو المخرج بيقول إعلان. إذا مشاهدي الكرام نشوف هذا الإعلان، وبعدين نرجع لكم نشوف هذا الإعلان بصوتي الجميل. مشاهدينا الكرام، الراعي الرسمي لبرنامج معلومات وجوائز أردوغان شمه قارح، شعارنا الذي ما يتبردق ما يتبندق. إذن مشاهدينا الكرام المخرج بيقول في معنى فاكس مهم جدا. هذا الفاكس أطول وأعرض فاكس في العالم. مشاهدينا الكرام أنا بصراحة فجعني. نشوف هذا الفاكس، جيبوا لنا الفاكس، شوفوا غلف هذا الفاكس. هذا الفاكس إذا مشاهدينا الكرام شوفوا لا تكوني حايرة. مشاهدينا الكرام هذا الفاكس ما أطول فاكس بالعالم، وحجر وسيري سايرة لا تكوني حايرة. إذا مشاهدينا الكرام شوفوا هذا هو الفاكس. إذا مشاهدينا الكرام المصور يقرب الصورة قربوا أجله. إذا شوفوا مشاهدينا الكرام هذا أطول وأعرض فاكس. شوفوا مشاهدينا الكرام أنا بيقول لي يا عبد الملك السماوي أنا أتحداك تعمل مثل هذا الفاكس. أنا بصراحة مش قادر إن أنا أعمل مثل هذا الفاكس. إذا مشاهدينا الكرام شوفوا هذا الفاكس، هذا هو عمر سلطان فارح بنفسه، فارحنا قد فرحنا وتزوجنا، وبعدين هات ما فيش حاجة اسمها خط عندما تتزوج. إذا شفنا هذا أطول وأعرض فاكس. إذا مشاهدي الكرام هذا شفنا. ننتقل إلى فقرة تكريم المهن. طبعا فقرة تكريم المهن إحنا قلنا أو المخرج بيقول في خلل ها من أول رمضان في خلل ها. إذا مشاهدي الكرام المخرج بيقول في خلل مش عارف ليه. إذا ليش يا أخي إذا مشاهدي الكرام إذا لكم مني أكمل وأرق المنى، محدثكم عبد الملك السماوي، ونلتقي لكم غدوة يعني بكرة، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.